غادي ننطلقوا ان شاء الله تعالى في مسيره كالمعتاد ننتظم صفوفا. لا اله الا الله. الشعب يريد اسقاط التطبيع. الشعب يريد اسقاط التطبيع. المقاومين يا كلمه تحيه. الله اكبر. ويا قسام يا حبيب. ويا قسام يا حبيب. ودمر دمر تل ابيب. ودمر دمر تل ابيب. احباب الكرام باش يعلم الجميع على ان هذه الوقفات تثلج صدور اخوانكم في غزة. اليوم ستسمعون لواحد التصريح لاحد قادة فصائل المقاومة الاسلامية وهو جيش الامة من داخل بيت المقدس. في الوقت اللي كنتوا كديروا المظاهرات في زايو في وقت كورونا لما كان يقصف بيت المقدس، خصصوا الإخوة في جيش الأمة ببيت المقدس كلمة يمدحون فيها أهل زايو خصوصا. فتفاجأت، فلما أرسلت إلي سأبثها، كانت قديمة يعني في وقت كورونا، ولكن لتعلموا دور هذه المظاهرات سنبث الكلمة ليستمع لها الجميع إن شاء الله عز وجل، ولكن نريد أذان صاغية لتعرفوا الدور الذي وقع المظاهرات على إخوانكم في غزة. أهلنا في كشمير باكستان وفي مدن تركيا ومدن ماليزيا وإدلب سوريا ورباط المغرب وزايو وعمان الأردن وكل بقاع المسلمين المدافعين عن المصرى. أنتم النخوة، أنتم الرجولة ومضرب الأمثال في إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ورفع الظلم. والله لقد طارت حناجركم إلينا ووصلتنا على جناح المحبة والتقدير، مما زاد عزمنا عزما وثباتنا ثباتا.
احباب كرام، حاولنا ان ننشر بينكم هذه المقطع حتى تعرفوا دور المظاهرات. لا تبخلوا عليهم بحناجركم، فانهم يراقبون حناجركم ايها الاحباب الكرام. وقعوا الحناجر كوقع السهام هناك، وقعوا الحناجر في المغرب كوقع السهام هناك، فلا تبخسوا بحناجركم ايها الاحباب. كلما سمعتم نداء الى الميادين استجيبوا، استجيبوا لمن يسأل، لمن يسأل استجابة، لأن ليس هناك كلمة بعد ذلك الإخوة غادي يشوفوا. أقول لمن يسأل عن صفتي داخل المظاهرات، صفتي عبد الله من عباد الله يستجيب لنصرة الأقصى. أقول لمن يسأل عن الصفة، روح تلعب لعبك بركة بتبرهيش، نحن أمة واحدة الأحباب الكرام. وتحية للجميع. يذل الطغاة والمستكبرين ويعز أولياءه وجنده المجاهدين، والصلاة والسلام على الذي من عليه ربه بالفتح المبين، سيدنا محمد إمام الدعاة وقدوة المجاهدين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نفتتح بهذه الآيات البينات التي تحرضنا على نصرة الحق وتحذرنا من التولي والقعود مع القاعدين، وتذكرنا بتأييد الله ومعيته لعباده الصالحين، مهما اشتدت الخطوب وتوالت المحن على المستضعفين. فالله العزيز الحكيم وعد بجعل كلمة الذين كفروا السفلى وتبقى كلمة الحق هي العليا. إسرائيل إلى زوال والصهاينة مدحورون بإذن الله، ولن تغني عنهم أمريكا ولا حلفاؤها. بشائر النصر من عالم الغيب والشهادة تطرى، والمجاهدون في ميدان المعركة يسطرون ببطولاتهم ملحمة عظيمة تذكرنا بيوم بدر وغزوة الأحزاب، ويكبدون العدو الصهيوني خسائر فادحة في الجنود والعتاد بعد أن خلق الله في قلوبهم الرعب. نعم، لقد ارتقى آلاف من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة المباركة، لكن بوادر الهزيمة تلوح من معسكر الصهاينة المفسدين في الأرض. وما هذه الوحشية الجنونية في قصف المستشفيات والمدارس إلا تعبير عن الفشل والعجز في عن كسر شوكة المقاومة. شعوب العالم الآن تنتفض بعدما تكشف لديها الوجه الحقيقي البشع لهذا الكيان الصهيوني المجرم، ولكل من يقف وراءه من حلف الإرهاب العالمي الذي تقوده الإدارة الأمريكية. لقد سقطت الأقنعة عن الأنظمة التي ظلت تزعم لنفسها أنها تمثل العالم الحر وتدافع عن حقوق الإنسان، وليست تدافع في الحقيقة إلا عن مصالحها ولو بإبادة الشعوب واستعبادهم. وافتضح المنافقون من بني جلدتنا بعدما أعلنوا عن إفلاسهم وعدم تمكنهم من صون كرامتهم قبل كرامة شعوبهم التي يحكمونها بالنار والحديد. أذلاء صاغرون وجبناء متخاذلون، هكذا ظهرتم أمام حثالة صهيونية، جيوش تنفقون عليها الميزانيات الضخمة وطائرات ودبابات صرفت لشرائها ملايين الدولارات.
وفي غزة يحمل المصابون وجثث الشهداء على عربات تجرها الدواب. وفي غزة يحمل المصابون وجثث الشهداء على عربات تجرها الدواب. أي خزي وأي مذلة حلت بكم؟ صمت آذانكم عن سماع استغاثة الأطفال والنساء في غزة، وعميت أعينكم عن رؤية دماء المسلمين تسفك، ومضيتم أيها السفهاء في تبذير أموال الأمة على المهرجانات ولتخذير شعوبكم على المهرجانات لتخذير شعوبكم. أقصى ما استطعتم أن تفعلوا هو الإعراب عن أسفكم والتعبير عن قلقكم أمام سقوط الضحايا من المدنيين. خسيتم أيها المطبعون، خسيتم أيها المطبعون. منصورة بإذن الله، والباطل وأهله في طريقهم إلى الاندحار، وستبقى لعنة التاريخ تلاحقكم إلى يوم الدين. والأمل بعد الله في هذه الشعوب التواقة إلى التحرر من الشور والاستبداد، هذه الشعوب التي ترفع أصواتها اليوم في الساحات معلنة اصطفافها إلى جانب الحق ونصرة المستضعفين. رجاؤنا في الله العزيز الحكيم أن يجعلها تدك عراش الطهات، رجاؤنا في الله العزيز الحكيم أن يجعلها تدك عروش الطغاة وتحطم أصنام الكفر وتهزم جيش المستكبرين. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا الكرام، نقرأ سورة الفاتحة ترحما على شهدائنا الأبرار في أرض غزة وفلسطين، وندعو الله تعالى لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم يا عزيز يا حكيم يا سميع يا مجيب، اللهم انصر إخوتنا المستضعفين، اللهم انصر إخوتنا المستضعفين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب. كل إخوتنا في غزة وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اهزم جيش اليهود، اللهم اهزم جيشهم، فرق كلمتهم، شتت جموعهم، اللهم ردهم على أعقابهم خاسئين. تقبل الله منا ومنكم هذا العمل وجعله خالصا لوجه الكريم، وجعله في ميزان حسناتكم. عندكم اخبار بمسيرات كذلك، مسيرة كليبية كما عهدناكم، والجمعة كذلك في المساجد نخرج من مصلاة الجمعة ونشارك في جمعة الغد ان شاء الله تعالى.